بقالنا سنين بنضيع رمضان على مسلسلات وبرامج وافلام وقصص وروايات سوشيال ميديا واي وحاجات ملهاش اي لازمه. امتى هنستفاد برمضان الاستفاده الكامله؟ التحدي كالاتي: مفيش تلفزيون في رمضان لمده 30 يوم، مفيش سوشيال ميديا، مفيش فيسبوك، مفيش انستغرام، مفيش يوتيوب، موبايلك تقفله لمده 30 يوم في رمضان، ما تستعملش موبايلك غير في الضروره، رايح عزومه، فطار، الحاجات دي، مكالمات، ترد على مكالمات ماشي، بس اي سوشيال ميديا مقفوله في رمضان، حتى الواتساب تقفله في رمضان. اللي يقبل التحدي ده واللي يقدر يعمل التحدي ده يبقى من الابطال، رجاله او ستات. انا معاكم في التحدي ده وهعمله لمده 30 يوم، وهبتدي ان شاء الله التحدي ده ان انا اقفل موبايلي مع اول سحور في رمضان، وهفتحه ان شاء الله على العيد، وهحكيلكم بعد ما يخلص التحدي بعد ال 30 يوم ايه اللي حصل لي وايه الافكار اللي جات لي وايه اللي اتغير فيا. يلا نبتدي التحدي.